اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين. كريم، عايز برضو اسالك في نقطه مهمه جدا. جالكم خبر ان الكابتن احمد مجاهد اعتذر للنادي الاهلي مع الزميل هاني حتحوت في برنامجه وانتوا هناك. ايه كان رد الفعل ايه في هذا الامر، خصوصا انه يعني الاستاذ احمد مجاهد كان اطلق عباره يعني كلنا بنتكلم عنها، وكلنا حتى انا قلت ممكن نحطها جنب سلوجن، عباره خالده يعني. نعم، ليس كل ما يعرف قال. والله يعني في الاخر متشكرين على الاعتذار مع كامل احترامي طبعا. يعني الاعتذار طبعا شيء مهم اكيد في العلاقات ما بين الناس، واللي يغلط يعتذر، لكن اكيد لما انت تدبسني ما يعني هيبقى التأثير كبير اكبر شويه طبعا. انت النهارده يعني ما ينفعش اتدبس التدبيسه اللي احنا شفنا فيها النادي الاهلي لهذه الدرجه، وفي الاخر الحل اصلا يا جماعه معلش انا اسف ان التصريح طلع مني في وقت مش، ولا ما كنت اقصد حاجه ثانيه يعني في الاخر. هو زمان يا كريم زمان كان يقول لك الجريمه لا تفيد. ايوه، احيانا برضه الاعتذار لا يفيد. كده ده وجهه نظري يعني. ما هو بعد كده برضه ما احنا سمعنا عن الاعتذار الرئيس الاتحاد الدولي ورئيس الاتحاد الافريقي للكابتن خطيب هناك. صحيح. في بطوله كاس العالم للانديه. ما هو ماذا افاد برضه اللي عايز بغض النظر عن النتائج الجيده؟ طبعا. الفكره هي يا كابتن اسلام، احنا فعلا عايزين يعني خلينا نتكلم بصراحه يعني ونستغل الفرصه دي بصراحه عشان ناكد ونوثق فعلا ان النادي الاهلي خد الكره المصريه لحته مختلفه، زي بالظبط ما كلنا بنقول ان محمد صلاح خد صوره وفريم اللاعب المصري لحته مختلفه. دي حاجه المفروض احنا كلنا نشيد بيها من حيث ان احنا عايزين اللعبه بتاعتنا تزدهر، مش من ناحيه التنافسيه. يعني دايما الناس تقول لك لا انا مش هشيد لا عشان ما اكبروش زياده عن اللزوم. لا، المفروض كل الرياضيين في مصر وكل المسؤولين الرياضيين في مصر يفخروا باللي بيعمله الاهلي. وخلينا اديك مثال. قبل مباريات اكون بطلع لايفات كتير هناك من ابو ظبي بره الاستاد. يوم ماتش بالميراس طبعا كان اول شاهد بالنسبه لنا هذا الحجم من الجماهير اللي احنا طبعا فوجئنا الساعه 4 العصر بتوقيت الامارات. صدمة. كريم بيحكي عن الصدمه. صدمه فعلا، انا كنت في اللايف عمال قلت صدمه. قلت له يا كريم انا اسف وانت بتتكلم، ده طبعا فيديوهات للاعبين هم قد ايه هم برضه بيركزوا، هم كسبوا خلصوا وراجعين في الطياره وكل حاجه، ولكن مركزين في المباراه او في المباريات القادمه. ايه اللي اتلعب؟ ده عمل ايه؟ ده حصل ايه؟ ده بيتكلموا مع بعض في المباراه يعني. نعم، اتفضل يا كريم. فاللي عايز اقوله قد ايه في اليوم ده فعلا احنا اتصدمنا ان احنا هنخش مباراه للنادي الاهلي في بلد عربي شقيق، طبعا كله مصريين ومتاكدين مليون في الميه ان الاستاد جوه 80 20. صحيح، 80 20 اهلي. بالميراس جايين فوق ال 10,000 متفرج في استاد اصلا هو كل اجماله 12,000. فده انت تخيل اصلا، عايز اقول حاجه يا كابتن اسلام، اللي جماهير بالميراس اللي كانت جوه الملعب كان في تلتها بره. صح، ما دخلوش. حد قال لي كده فعلا. وانا بتكلم معاهم قبل المباراه، تخيل فريق بطل البرازيل وبطل الليبرتادورس اكبر بطوله للانديه في امريكا الجنوبيه بيتكلموا عن النادي الاهلي برايفاليتي، بتنافسيه. يعني بالميراس احنا لعبناهم سنتين ورا بعض بقى ما يشبه بقى في كلاسيكو اللي هو نظام لا 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 مش هيحصل تاني تكسبونا. مش النادي الاهلي النهارده وصل منظومه الكوره في مصر ان اسمك بقى معروف عند صفوه الكوره في العالم. وصفوه الكوره في العالم بنتكلم انجلترا والبرازيل دايما. فاللي عايز اقول الحاجات دي المفروض احنا نفتخر بيها، مش موضوع اهلي وزمالك وبيراميدز واتحاد ومصر. لا لا لا، احنا بنتكلم النهارده ان في منظومه في الكره المصريه وصلتنا، لان كل العالم بيتكلم عن زي ما حضرتك جبت طفل لابس الجيرسي بتاع تشيلسي، جماهير كلها بتسال عن النادي الاهلي، اسم النادي الاهلي نفسه دلوقتي عالميا بقى امر طبيعي جدا تسمعه، زي مانشستر، زي سيتي، زي تشيلسي، زي ميلان، زي انتر. النادي الاهلي محطوط في صفوه الانديه في العالم. ليه؟ لانه مشاركته في المونديال كتيره. العالم النهارده كله عارف النادي الاهلي. اللي بيكسب افريقيا كل مره وبيلعب في مونديال الانديه. فالحاجات دي انا في وجهه نظري يا كابتن اسلام لازم كلنا يعني ما ينفعش تعدي، يعني ما ينفعش النهارده التعامل بتاعها يبقى تعامل عادي كاننا رايحين نلعب بطوله دوري ابطال افريقيا. لا، ده مش دوري ابطال افريقيا. وتاني هضيف على حاجه احنا قلناها في الاهلي في المونديال السنه اللي فاتت، السنه دي ومباراه بالميراس مع تشيلسي وطبعا يعني كلنا شفناها وحضرناها داخل الملعب، يؤكد بما لا يدعو للشك
ان صفوه الانديه في العالم لا تنظر لهذه البطوله على انها بطوله وديه. لا طبعا. ما هو مش بقول ماتش الاهلي، لا بتكلم على ماتش بالميرس وتشيلسي. معركه كابتن. فرحه عارمه عارمه لتشيلسي، مش هقول بالميرس في الاخر برضو طبعا اسم تشيلسي اكبر. طبعا. تشيلسي فعلا لما لقى الماتش اتأزم بعد ركله الجزاء بتاع بالميرس والوقت الاصلي خلص 1-1 بدا توخل والجهاز الفني فعلا واللاعبين الاحتياطيين يتنرفزوا. حتى حكيم زياش لما نزل وما اداش الدور بتاعه، توخل واقف بره عمال يزعق له وعمال يديه توجيهات ان هو ما بينفذش الدور بتاعه. لما رحنا للاكسترا تايم نشوف الهدف وضربه الجزاء اول ما الحكم راح للفار، فرحه عارمه لدكه البدلاء وجماهير تشيلسي. فاللي عايز اقوله ده البيبي فوت يا جماعه. نعم طبعا. معلش احنا بنتكلم برضو ده البيبي فوت، حقهم بصراحه، حقهم يعملوا اللي هم عايزينه. هم بيلعبوا البيبي فوت، الحاجات دي كانت عندنا واحده واحده كده بننزل لكم بعض المباريات او بعض المباريات الخاصه بالبيبي فوت. اتفضل كده. فشيء مميز ان احنا نشوف نادي مصري بيحمل العلم المصري وبيرفع اسم مصر في هذه النوعيه من المحافل الدوليه، لازم كلنا نشيد بيها ولازم كلنا نبقى فخورين وفرحانين بهذا الانجاز وندعم. وليه لا؟ ده انا نفسي كمان النادي الاهلي، والله نفسي النادي الاهلي يعمل كده ما يشبه السيمينار داخل مصر ويقول للانديه ونفهمهم ايه التجربه عشان توصل للدرجه دي. حاجه ده ممكن يبقى واجب علينا احنا، لان النادي الاهلي فعلا هو الرائد في الرياضه المصريه، هو الرائد في الانجازات. وفي وجهه نظري الشخصيه بدون الدخول في التفاصيل، اعتقد كم الامثله التي حدثت مؤخرا في الرياضه المصريه تؤكد بما لا يدعو للشك ان الفجوه الفنيه والاداريه في كل شيء في الرياضه ما بين النادي الاهلي واقرب منافس بقت كبيره جدا. بعيده جدا.